خلينا بقى ننتقل بعد كده لمهرجان البراعم للكره الطايره اللي استضافه فرع النادي الاهلي بمدينه نصر تحديدا، وضم عديد من انديه على راسها طبعا الاهلي. مهرجانات البراعم دي مفروض بيكون الهدف منها تشجيع كمان واكتشاف المواهب في الكره الطايره تحديدا، واعتقد ده امر مهم جدا. السكاوتنج اللي بيحصل مش بس المفروض ان هو يكون في كره القدم، لا في الرياضات المختلفه، لان مش بس مستقبل الرياضه، مستقبل اي شخص عايز يبقى ليه يعني خلينا نقول كيان بعد كده في الرياضه او يبقى بطل رياضي، لازم يبقى في كره القدم خالص. دلوقتي في كل الرياضات خلينا نقول، وتحديدا كمان رياضات او العاب الصالات، هي اللي بقت تحصل على اعلى المراكز كمان بالنسبه للمنتخبات بتاعتها. خلينا نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. النهارده اليوم النهائي لمرحله 10 سنين بنين مواليد 2014، ودي مرحله من ضمن المراحل. احنا عندنا 10 مراحل بنشتغل عليهم في منطقه القاهره، بنعمل لهم مسابقات طول الموسم. احنا بادئين المسابقه ديت من شهر 9. النهارده اليوم الختامي لهذه المرحله اللي هي 10 سنين بنين. اشترك في المرحله ديت 14 فريق من انديه منطقه القاهره، حوالي 300 لاعب وحوالي 50 مدرب ومساعد مدرب. النهارده احنا بنحتفل باللاعبين في نهايه هذا المهرجان، ونسلم كل اللاعبين ميداليات، لان ما عندناش مكسب وخساره لان ده مهرجان، كل الفرق بتلاعب بعض وفي الاخر كلهم فايزين. احنا الغرض من هذه البطوله هو تعليم المهارات الاساسيه للكره الطايره. مهرجان النهارده مرحله 10 سنين بنين، مشارك معانا في المهرجان 14 نادي و14 فريق بحوالي 280 لاعب. عندنا مبدأ مهم جدا في المهرجانات، ان احنا ما عندناش مكسب وخساره، الفرق كلها كسبانه عندنا، الاولاد كلهم بياخدوا ميداليات نفس ميداليات الذهب كلها. في كثير من المهرجانات بتاعتنا بننبه على مدربين واولياء الامور ان هم يعودوا اولادهم يلعب ارسال كويس، يلعب استقبال كويس، يضرب كويس. النهارده منطقه القاهره بتنظم مهرجانات بصراحه على اعلى مستوى، تنظيم راقي جدا، اسلوب جديد بتبتكره منطقه القاهره في طريقه توزيع الجوائز وتكريم اللاعبين بطريقه جميله جدا، واحنا بنشكرهم ودايما في ظهرهم ومعاهم في اي مكان ان شاء الله. المدرب بيقول لنا دايما ركزوا، ما تخافوش، ركزوا في الماتش، ركزوا عادي خسرنا بس عادي يعني، تركزوا ركزوا، لو ضيعت ارسال شجعوا بعض. بقى لي 4 سنين بلعب فولي وبدرب 5 ايام في الاسبوع. المهرجان عجبني، و لعبة الفولي كويسة، اللي بيديني روح بابايا لما الكابتن بيجي يواجهني بيديني روح، ونفسي ابقى لاعب منتخب زي بابايا. بحب المهرجان عشان يعني ميداليات وكده، وبقالي 8 سنين بلعب فولي، وبحب برضه عشان بنتجمع احنا في فرق واحنا اصحاب وكده مع بعض، فبحب برضه المهرجان عشان كده. بقالي 3 سنين ونص بلعب فولي، واكتر حد كان بيشجعني مامتي وكابتن طارق. هو ساعات كابتن طارق بيضغط علينا وبيزعق لنا، بس مش قوي. موضوع ان الناشئين يبقوا موجودين بيلعبوا اللعبه من سن صغير ده حاجه كويسه، بس طبعا ما ينفعش يبقوا تحت ضغط او تحت ضغط البطوله، فعشان كده بيبقى على شكل مهرجان بحيث ان الولاد كلهم يمارسوا اللعبه. الهدف من المرحله ان احنا بنعلم الولاد اللعبه، بنربطهم باللعبه شويه، بيحب الولد الفولي، بيعرف مهاراته الاساسيه، الصوابع، البغر، الارسال، وبعد كده بنعده عشان خاطر بعد كده مرحله البطوله من اول 13 سنه. فبالنسبه لي انا معايا الفرقتين كمان في القطاع، يعني فرقه ال 12 سنه وفرقه ال 10 سنين. الفرقتين بنفس يعني الطبيعه ان هم ما بيلعبوش كبطوله، ولكن يعني في فرقه طبعا بنعدها بشكل اقوى، لان الاولاد ابتدوا يكبروا، ابتدوا يفهموا الفولي، ابتدى يبقى عندهم فكر، فابتدينا نديهم يعني الفرصه الاكبر ان احنا يعني يتعلموا مهارات احسن. الحقيقه منطقه القاهره اسندت للنادي الاهلي قبل كده مهرجان التسع سنوات بنات، ولقى نجاح كبير جدا واستحسان، والنادي الاهلي طبعا معروف بالتنظيم الجيد في المهرجانات. الميني فولي في السن 2014 و2013 و2011 الحمد لله، يعني الولاد خامات كويسه جدا، وشفنا النهارده مباريات قويه. عندنا النادي الاهلي برضو فرقه مميزه جدا ومحققه نتائج كويسه السنه دي الحمد لله،
يعني قطاع الموني فولي عندنا في النادي الاهلي الحمد لله السنه دي محقق انجازات كويسه جدا، وفي تطور كبير في المستوى الحمد لله عن المواسم السابقه يعني.